بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله
اصطفى آدم ونوحا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم والله سميع عليم إن الله اصطفى آدم ونوحا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على ذرية بعضها من بعض
والله سميع عليم والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت
والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم فلما وضعتها قالت قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها
لها زكريا وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم قال يا مريم أنى لك هذا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها رب ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم قال يا مريم أنى
لك هذا؟ قالت هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك
قال كذلك قال كذلك كذلك الله يفعل ما يشاء عاقر قال كذلك قال كذلك قال كذلك كذلك الله يفعل ما يشاء كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله
اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم. وإذ قالت الملائكة يا مريم وإذ قالت يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صدق الله العظيم. حقا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فالزمها، تكن ملكا لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن. وانظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي كانت من سورة آل عمران، وكانت متابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة والتي نكرم فيها الفقيدة الراحلة. الله أسأل أن يجعل هذه التلاوة نورا يتقاطر على قبرها، وأن تكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. التلاوة كانت بصوت العلم القرآني والإذاعي الكبير ملك المقامات ومحرك القلوب والأكثر شعبية دولية قطب اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، فضيلة القاري الدكتور عبد الناصر حرك، مشاركة مع الهندسة الصوتية والمعرض الفني الإضاءة الحديثة، قصور الضيافة المتنقلة وأفخم محطات ديزل الكبرى تحت إدارة حاج علي السويعي وأولاده المقيمين بشبين الكوم، ومشاركة مع البث المباشر أولى مصور الحفلات الدينية مهندس عبد الرحمن حجازي، أسرة الفقيدة الراحلة حرم الأستاذ أحمد عادل عبد المنصف، تقدم الأستاذ علي أحمد عبد المنصف، وجميع عائلات عبد المنصف تقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء وشارك واجب العزاء.